والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله، تقبل الله طاعتكم. الحمد لله أن أكرمنا أن بلغنا نهاية العشرين من رمضان. يا أحبة، خاطرة اليوم هي تذكير ونوع من المعلومات لمن كان غير مطلع. اليوم هو عشرون من رمضان، بمعنى بحسابات القمرية وحسابات الشرعية هذه الليلة التي نحن فيها الآن هي ليلة 21 من رمضان، يعني ليلة فردية. معلومات قليلة جدا بتعرفوا أنتوا، يعني المعلومة أصبحت مشهورة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث في الأحاديث على اغتنام العشر الأواخر، وما لا خلاف عليه التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر، التمسوها في العشر. هناك أقوال على أنها في 27، أقوال على أنها في 25، في 23، أقوى الأقوال على 27، لكن الأمر ليس فيه إجماع مطلق أكيد بمعنى 100%. لذلك الحكمة من إخفائها هي أن نجتهد في العشر الأواخر. فالرسالة، من كان طبعا واضح جدا ليلة القدر أنزل فيها القرآن أو بداية تنزل القرآن علينا، ولها مكانة خاصة، وهي خير من 1000 شهر، ولما حسبت في الرياضيات تعادل 83 سنة من العبادة. أسأل الله أن ينيلنا إياها، ولنعلم أن سبب الإخفاء هو الاجتهاد. معظمنا وأنا على رأسكم مقصرون في حق الله سبحانه وتعالى، الهدف منها قدر الاستطاعة أن نجتهد. الآن البشارات الجميلة، القيام له حد أعلى وله حد أدنى، من استطاع أن يقيم الليلة كله. بالمناسبة أنا أعتقد مع موضوع الحجر الذي نعيش فيه وقصر الفترة بين العشاء والتراويح وبين الفجر، معظمنا لا ينام أصلا. بعضنا قد يغفو إخفاءات بسيطة جدا، لكن كثير منا ما بين الانشغال وما بين التحضير والتجهيز وما بين الخوف من فوات الفجر والسحور أصلا لا ننام، وبعضنا قد يقضيها على التلفزيون أو على أو حتى على البرامج المفيدة. فالحمد لله معظم المسلمين الآن لا ينامون أصلا في الليل للاعتبارات التي ذكرتها. لذلك الفرشة والطريق والسبيل ممهد لأن نطبق القيام بأعلى درجاته. فمن كان ذا وقت فليقم، والقيام يكون بالقراءة وبالصلاة وبالذكر، فاختر أيها تستطيع بإذن المولى عز وجل. من لم يستطع بما يستطيع والله سبحانه وتعالى يتقبل منه. وكما قال أحد الدعاء الله يجزيه الخير، ذكرنا في مقطع صغير، من استطاع العشر فليفعل، من لم يستطع فليجتهد في الفرادة. ونحن في الليلة الأولى من الأيام الفردية، يعني الليلة ليلة 21، غدا بعد غد ليلة الثالث والعشرين، اللي بعده بيومين ليلة 25، وهكذا. فمن لم يستطع فليجتهد قدر استطاع على الأقل في 27. واعلم أنه من الأمور الطيبة والرائعة جدا في ديننا القيام أقله. شوفوا، أي صلاة تصليها بعد صلاة العشاء تعتبر فقهيا قيام. لو صليت ركعتين فقط مع ركعة الوتر، بركعة الوتر لوحدها هي قيام الأدنى، لأن هناك أناس مشغولون. طبعا كما قال أحدهم، قال تأتيني اتصالات من أناس خاصة العاملين في الحقل الطبي تخصيصا وكل ما له علاقة بالأمور الطبية، سواء المسعفين، المستشفيات، الممرضين، الأجهزة الطبية، التحاليل الطبية، بعضهم يعملون شفتات ليل ونهار ولا يرتاحون. هناك بعض الأعمال الأخرى المساندة للأمور التي لا تتوقف فيها، يشعرون بتعب شديد من انشغالهم. كان الله في عونكم وتقبل الله منكم، فأنتم يعني تطبقون صورة من صور الجهاد في سبيل الله. تقبل الله منكم ركعتين ب3 دقائق مع ركعة الوتر أنت قد قمت بالقيام، باقي الوقت أثناء انشغالك. وهنا أختم وأدمج، الذي هو مشغول ولا يستطيع فليحافظ على الذكر مهما كنت مشغولا. حتى لو كنت في المهنة الطبية، أنت تقوم في المختبر أو تقومين بالمعالجة، اللسان لا يفتر عن ذكر الله. أفضل الذكر كما ثبت اللي هو لما عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أدركت هذه الليلة، قال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، احفظوها، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وإن عفى الله عني وعنك فقد نجونا. رسالة أخيرة للأخوات الفاضلات، لازم من تصحيح المفاهيم. تعرفون الله سبحانه وتعالى كتب على بنات آدم أنها في فترة معينة تأتيها ما يسمى بالدورة الشهرية، ومعروف بهذا الوقت يحرم على المرأة الصلاة
وهي تكون أصلا يحرم عليها الصوم ويحرم عليها الطواف لو أنها كانت في مكة وأرادت العمرة إلى آخره. فبعض النساء يشعرن بضيق شديد جدا، هل الله غاضب مني لأنه أنا، أو طبعا النفساء نفس الشيء يجري عليها، هل الله غاضب مني؟ أعوذ بالله، الله هو الذي كتب عليك الصوم، وهو الذي منعك من الصوم، هو الذي أمرك بكذا، هو الذي منعك من كذا. فبعض النساء تظن أنه أولا ما بالقياس، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف جدا جدا أنه أيما عبد كانت له عادة من صلاة من قيام من ذكر من أي شيء ثم سافر أو مرض يكتب له أجر ما كان يفعله لأنه لم يمنعه إلا سفره أو مرضه. بهذا القياس يا أختي الكريمة، إذا أنت من عادتك أصلا أنك تذكرين وتقومين وتصلين وتفعلين، والله مطلع على قلبك بقياس على الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى الذين تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، أولئك الذين بكوا حينما ذهب أهل تبوك في جيش العسرة، ذهبوا لملاقاة العدو. هناك من لم يستطع، وكان يسمى يعني غزوة العسرة أو جيش العسرة، من لم يكن عنده الركوب بمعنى دابة يعني خيل فرس ناقة لا يستطيع الذهاب لأنه مسافة طويلة جدا وحر شديد جدا وظرف صعب. بعضهم كان يتمنى من صدق نيته، أخذ يبكي لأنه كان فقيرا ولا يجد ما يجهز به نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هؤلاء، وهذا خذيه بالقياس، قال إن في المدينة أقواما، عم بخاطب الجيش الآن، إن في المدينة أقواما، يقول لهم يا أهل من ستذهبون للاستشهاد، إن في المدينة أقواما ما صعدوا جبلا ولا هبطوا واديا ولا واجهوا عدوا أو نالوا من عدو نيلا إلا هناك أقوام، بمعنى ما ذهبتم ما صعدتم ما قد إلا شاركوهم في الأجر، وذلك الذين لم يذهبوا قال حبسهم العذر، هم صادقون لم يتمكنوا. فمن كانت نيتها فعلا تتمنى، أو لو لم تمنع بسبب هذا الطارئ الذي كتبه الله عليها، فعلا تتمنى أن تكون الآن من القائمات المصليات لها الأجر تماما مثله، فاطمئني الذي كتب عليك هذا هو الذي منعك من هذا ويأجرك بنيتك. هذه واحدة. الثانية، الممنوع هو الصلاة والصيام، وليس ممنوعا قراءة القرآن ولا ممنوع الذكر. طبعا أولي الخروج من الخلاف مس المصحف، خلاف ضخم جدا 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 عليه للأخوات اللي عندهم هذا الظرف. نخرج من الخلاف مس المصحف، عندنا بدائل كثيرة جدا، بديلان واضحان. أي تطبيق إلكتروني لا يسمى باللغة العرفية الشرعية مصحفا، فلك أن تقرأي منه ولا بأس في ذا. القراءة بحد ذاتها لا مشكلة فيها أبدا، هي القضية في مسك ومس المصحف، هنا الخلاف على ذلك. أما القراءة لا مشكلة في ذلك، فإن كنت حافظة فتقبل الله منك، وإن أحببت أن تقرأي فإما من تطبيق الموبايل أو من أي كتاب تفسير فيه المصحف. يعني كتاب التفسير إن وجد فيه النص القرآني في الداخل، ما دام هناك تفسير حوله لا يسمى مصحفا، فخرج عن دائرة الأحكام التي تحدث عنها. فإمكانك أن تمسكي أي كتاب تفسير فيه مصحف تقرأي منه لا بأس في ذلك، أو أي تطبيق إلكتروني. فالآن هي القضية فقط منع من الصلاة والصوم، فلا تتحرج أيها الأخوات من قراءة القرآن من أي كتاب تفسير أو من الموبايل، ولا تتحرج أبدا موضوع الذكر. الذكر هذا للجميع، قد تكون مشغولة بتمريض ابنها أو تمريض زوجها أصلا ليس عندها العذر لكن لا تستطيع. إذن كلنا نتحول إلى الذكر بما تستطيع، تسبيح، استغفار، حمد، شكر، لأي سبب لم أستطع بسمع القرآن على الأقل. فالمجال مفتوح أمامنا يا أحبة، وهي أيام مباركات، أسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا ويتجاوز عنا، لعلنا نخرج منها بطاقة بإذن الله إيمانية نكون فعلا قد أشعرنا الله. وتديروا بالكم من قبل منه الله يتكفل بإعلامه بإحساسه بإشعاره بأنه قد تقبل منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ويتقبل منا. احرصوا على هذه العشر ما استطعتم، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.